كان وقبل لحظات خلاص من انطلاق مباراة الإياب في دور 32 من دوري أبطال أفريقيا ما بين الأهلي منايا إيه؟ يلا مناية يا حبيبي. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وقبل لحظات من انطلاق مباراة إياب دوري أبطال أفريقيا في دور 32 ما بين الأهلي ومنانا، معايا في هذه اللحظات بعض من الجماهير المصرية المتواجدة هنا في ليبرافيل بالتحديد وفي الجابون لمتابعة هذه المباراة، متشوقين جدا إن هم يشوفوا النادي الأهلي هنا في الجابون. برحب بيك في البداية، عرفني بيك. أحمد عماد، مهندس هنا شغال في إريكسون في ليبرافيل. المباراة النهاردة شايفها ازاي؟ وقول لي الأول أنت إحساسك إيه هتحضر مباراة النادي الأهلي هنا؟ إن شاء الله هحضرها إن شاء الله، وإن شاء الله يعني ممكن نعمل نفس النتيجة بتاعة مصر، لأن أنا سامع حتى كمان الفريق ما بيتدربش وبتاع، فإن شاء الله أنا ممكن نعمل نفس النتيجة في مصر إن شاء الله. شايف مين ممكن يتألق من لعيبة النادي الأهلي النهاردة؟ يعني ممكن إن شاء الله وليد سليمان، صلاح محسن، ممكن وليد سليمان إن شاء الله يبقى هو نجم الماتش. بيمثل لك ايه وجود النادي الاهلي هنا في الجابون، وانك هتحضر كمان مباراه الاهلي وتشجع فريق النادي الاهلي هنا في الجابون؟ والله دي حاجه كبيره قوي، بغض النظر ان انا مشجع كبير للنادي الاهلي ومتعصب جدا كمان، وان شاء الله هنفوز يعني ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. بتوقع ان وليد سليمان وحسام عاشور وعمرو السوليه ان شاء الله يكونوا هم من نجوم الماتش ان شاء الله. تمام، ايه الطلبات اللي مطلوبه من لاعبي النادي الاهلي النهارده عشان يقدم مباراه كبيره من وجهه نظرك ويقدروا يفوزوا الفوز الثاني على التوالي مع بدايه بطوله دوري ابطال افريقيا؟ يعني اول حاجه لازم يفكروا في البطوله اللي غايبه عننا بقى لها فتره طويله. الحاجه الثانيه لازم ينسوا نتيجه اللقاء الاولاني، هو شوط وخلص. الحاجه الثالثه والاهم انهم يكونوا معزولين عن اللي حصل النهارده والمؤتمر الصحفي اللي حصل من نادي الزمالك، لازم ده ما ياثرش باي شكل من الاشكال على اللعيبه. بغض النظر عن المؤتمر اللي كان احنا بنتكلم عن المباراه، شايف توقعاتك ليها ايه والنتيجه ممكن تبقى كام؟ الاهلي فريق كبير بيلعب بره زي جوه، انا اتوقع الاهلي هيكسب النهارده. النتيجه مش هتبقى كبيره زي القاهره، بس هيبقى في نتيجه، خصوصا ان الفرقه دي غلبت الوداد في السنه اللي فاتت في نفس البطوله 1-0 هنا. ماتش صعب بس الاهلي كبير ومعودنا ان هو دايما يبقى كبير في اي مكان، وان شاء الله هنكسب ان شاء الله. انتوا بقى النهارده لابسين احمر كده وعلم مصر ما شاء الله متواجد، هيكون متواجد في ملعب الصداقه. قول لي الاول توقعاتك للمباراه وشايف النتيجه ممكن تبقى؟ اتوقع ان شاء الله زي ما توقعت امبارح ان شاء الله 2-0. وليد سليمان ممكن تكون ضربه حره مباشره، مروان محسن ممكن تكون بهد ان شاء الله رب العالمين. يعني التفاصيل بقى قايلها كمان يعني. ماشي، وانت توقعاتك؟ توقعات ان شاء الله برضك فوز النادي الاهلي و2-0 زي ما قلنا، هيبقى كابتن وليد سليمان وازارو نزل او مروان محسن ان شاء الله، بس نجم الماتش ان شاء الله يبقى النهارده احمد فتحي ان شاء الله. كام النتيجه النهارده؟ ان شاء الله 3-0 ان شاء الله للنادي الاهلي، ووليد سليمان ان شاء الله يكون نجم المباراه ان شاء الله. وارد لك مطلوب ايه من لعيبه النادي الاهلي؟ والله الهدوء والجو، يعني معروف ان الجابون جو حر، فمسهل ان شاء الله. شكرا. طبعا دي كانت تمنيات بعض الجماهير المتواجده هنا في الجابون واللي هتكون متواجده في ملعب الصداقه عشان تؤازر فريق النادي الاهلي في مباراه اليوم. توقعات اكيد مختلفه، وكله ان شاء الله بيتوقع فوز النادي الاهلي. اكيد بنتمنى فوز النادي الاهلي النهارده، وان شاء الله يوصل لانطلاقته القويه في بطوله دوري ابطال افريقيا.